أفاد سيدي أبو مدين كثيرا في مقامه بفاس من صحبة أبي الحسن وحرزه مثلما سمع فيها كتاب السنن لأبي عيسى الترمذي على أبي الحسن علي بن غالب، وأخذ طريقة التصوف عن أبي عبد الله الطقاق وأبي الحسن السلامي، وكان كلما أخذ قراية أو حديثا يخرج من فاس إلى الجبل ويعمل بهما، حتى إذا فتح عليه فيهما رجع إلى فاس. ولما سمع بأحوال الشيخ أبي يعزى النور قصده الاستمداد منه، يقول سيدي أبو مدين: ثم سمعت الناس يتحدثون بكرامات أبي يعزى، فذهبت إليه في جماعة توجهت لزيارته. وقد بقي عند أبي يعزى 3 أيام بدون أكل امتحانا له، فلما كان اليوم الرابع أدناه الشيخ أبو يعزى ومسح بيده على عينيه وصدره وقال للحاضرين: هذا يكون له شأن عظيم. وظل سيدي أبو مدين يزور بين المرة والأخرى الشيخ أبا يعزى النور ويقول عنه: رأيت أخبار الصالحين من زمان أوريس القرن إلى زماننا، فما رأيت أعجب من أخبار أبي يعزى، وينبغي أن تكتب بالذهب. وقد هاجت أشواق أبي مدين للمعاهد المقدسة، فاستأذن أبا يعزى في الانصراف لأداء فريضة الحج، فأذن له وتوجه سيدي أبو مدين للشرق. وفي طريقه المغاربية بث أسرار مواجيده، فانتشر ذكره بين الواجدين، وتعلقت في أذواقه همم السالكين، حتى صارت تهدي دموع العاشقين صبيبة تطلب جوار الأحبة في الحياة والممات، شغفاً بالقرب ولهفاً للوصال. ولي مقلة بالدمع تجري صبيبة، حرام عليها النوم حتى تراكم، خذوني عظاماً محملاً أين سرتم، وحيث حللتم فادخلوني حداكم. Thank you.
يقول سيدي أبو مدين: حسن الخلق معاشرة كل شخص بما يؤنسه ولا يوحشه، مع العلماء بحسن الاستماع والافتقار، ومع أهل المعرفة بالسكون والانتظار، ومع أهل المقامات بالتوحيد والانكسار. بهذه المعالم رسم سيدي أبو مدين الغلط طريق التعامل مع الخلق. أما مع الحق سبحانه فقد حذرنا من الميل إلى غير الله بقوله: إياك أن تميل إلى غير الله فيسلبك لذة مناجاته. هذه بعض فتوحات أنوار الولاية التي صارت عليه ظاهرة، اقتبس أسرارها من أعلام الصلحاء، واستمد رحيقها من أكابر الزهاد والأولياء، حيث تعرف في الديار المقدسة على الشيخ القطب مولاي عبد القادر الجيلاني، فأخذ عنه بعرفة، وقرأ عليه في الحرم الشريف كثيرا من الأحاديث، وألبسه خرقة الصوفية، وأودعه كثيرا من أسراره، وحلاه بملابس أنواره. فكان سيدي أبو مدين يفتخر بصحبته ويعده من أفضل مشايخه الأكابر. ولم تكن عودة الشيخ أبي مدين من رحلته الحجازية المقدسة لتسكن من شوقه، بل صار الشوق اشتياق يهيج باللقاء ويلتهب بالوصال. ولم تزده زيارة المدينة المنورة إلا شغفا، والورد إلا عطشا ما بعده رواق. يا أرض زرت ومن طوى ذاك الجوى، عجبا لقلب بالنعيم قد اكتوى. زاد الغرام وزال كل تصبر، عالجته قبل الزيارة فانطوى. Thank you.
Thank you.